من البرازيل من ريو دي جانيرو كارين بستاني بتستضيف الدكتور شربل الهاشم شخصية لبنانية من العقورة لريو دي جانيرو لأهم كلينيك بالعالم سافر على البرازيل ليكفي دراسته بالجراحة التجميلية هالطبيب الطموح اللي قدر دخل أهم وأشهر مدرسة للجراحة التجميلية مدرسة إيفو بيتانكي أنا شخصيا متعلق بلبنان وشخصيا بحب لبنان وبدي أقدر في بلدي من هالشي اللي أنا عم بعمله الدكتور شربل الهاشم بمقابلة حصرية مع كارين بستاني بأسماء من التاريخ الأربعاء 10:30 المساء على الـ LBCI والـ LDC